بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم لقد ابتغوا الفتنة من
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من ألا في الفتنة سقطوا وإن حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل إلا
إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة
وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدق الله العظيم.